هي هذه اختي الخضيط. شوف السيد العامل، شوف السيد الوالي، شوف رئيس الجهه، شوف المسؤولين. هذا جماعه تيم خضيط في اقليم افران، داري اللعبه الله فين الشرف، حيت العيون ما بقاوش. نزبدوا هذه الالاف ديال المرات وحنا ناشدوهم باش يديروا السقايه، وبغاوش يديروها ديال القصبه، ديال القصبه الناس كتطلع للسياحه حتى يبلعوها. وحنا كنقول لهم ديروا لنا غير السقايه لعبه الله فين الشرف، انتم هذه جامعه غير بسيطه، شوفي داري الناس فين تشرب، الله يكثر خيرها. الله يجازيكم بخير، اللي بغى يخدم مع سيدنا يخدم معاه بالجد. اما هذا الشيء راه ماشي هو هذاك داركم فيه، راه عندكم الفلوس، كاين الدعم، كاين الصندوق الاسود نتاع الطوارئ، كاين حوايج، حنا راه حنا عارفين كل شيء. واش شي نطلبوا فيه وصلوا المسؤولين للرباط، خصهم يدخلوا في ذاك الاقليم ديال التوريت وفي ديك الجهه. هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. السلام عليكم ورحمه الله.